بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجدد لكم التحية مرة أخرى مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الشوط الثامن لفئة الحقائق القعدان والمنافسة بهذا الشوط والمنافسة بأرضية ميدان التحدي، دائما مشرفة للأخوة الملاك والمضمرين الذي تواجدوا بهذا الحفل الكبير بهذا المهرجان المثير. انطلاقة الشوط الثامن والأربعة كيلومترات هي الرحلة التي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة التي تشارك بانطلاقة هذا الشوط. هناك سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. اسيروا معكم والمسيرة تسير ومع أول المراكز. هناك الخطيب لهادي بن سالم بن لفجح المري مع مقدمة الشوط، يقدم لنا خطير مع صدارة الشوط المركز الثاني. التواصل بهذه اللحظات مع ثاني المراكز الاتحادي لسالم بن مبارك الضعيف مع ثاني المنطلقين بهذه المشاركة المركز الثالث. هناك بهذه اللحظات هملول لمحمد بن عتيق بن شامس العامري ينطلق بهذه اللحظات مع ثالث المراكز المركز الرابع. هناك التواصل مع هداد لراشد بن حمد الزفنة العفاري يتقدم بهذه المنافسة الخطير، وهداد وهالي الطلايب وصلوا بهذه اللحظات لانتزاع الصدارة. هناك المركز الأول من غير بهذه المنافسة مصيحات مهنة بن محمد بن مهنة العامري يتقدم بهذه اللحظات مع أول المراكز. إذا نغير وتسلل وتسلل نحو صدارة الشوط، ولكن الدكتور هبراضي الدكتور هبراضي حراشد بن حمد الزفنة العفاري يقدم لنا هداد بهذه المنافسة بالانطلاق الأخير بالتحدي الأخير بهذه المنافسة. هملول يصل ثالثا، محمد بن عتيق بن شامس العامري مع ثاني مراكز. المركز الأول هداد ما طاع يسلم عن صدارة الشوط. هناك من وصل شاهين لسالم بن حمد بن الأسود العامري يصل باللحظات الأخيرة أول نداء يصل مع ثاني المراكز، ولكن هداد هداد ما طاع يسلم راشد بن حمد الدفنة الإعفاري. وأيضا هناك شاهين سالم بن حمد بن الأسود العامري، ولكن ما يخاف خليفة بن أحمد بن سعيد الرميسي باللحظات الأخيرة. الله الله، فاجأنا باللحظات الأخيرة، فاجأنا بالانطلاق الأخير. هناك خليفة بن أحمد بن سعيد الرميسي، تهانينا وألف مبروك وسلام والسلام والتحية واحترامي لأهالي السمحة على فوز ما يخاف بناموس على الشوط. خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني يصل هداد، المركز الثاني شاهين لسالم بن حمد بن الأسود العامري، المركز الثالث هداد لراشد حمد الزفنة العفاري، رابعا يصل مصيحان لمحنة بن محمد بن محنة العامري مع شاهين، يصل مع مصيحان يصل رابع على المركز الخامس. هملول محمد بن عتيق بن شامس العامري. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تهانينا وألف مبروك لخليفة بن أحمد بن سيف الرميثي على حصول ما يخاف على ناموس الشوط. التوقيت الزمني 6:04:06 من الثانية. تهانينا وألف مبروك لخليفة بن أحمد بن سيف الرميثي على فوز ما يخاف بناموس الشوط المركز الثاني. يصل المركز الثاني 6:04:09 من الثانية. تهانينا والف مبروك لسالم بن حمد بن الاسود العامري على فوز شاهين بثاني المراكز. المركز الثالث يصل هداد بتوقيت زمني وقطره 6:05:07 من الثانية. تهانينا والف مبروك لسفير